السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن أكل الطفل في الشهر السادس. إيه النظام الغذائي اللي نقدر نتابعه في الست شهور، وإيه أصناف الأكل اللي نقدر نديها للطفل في العمر ده؟ تابعي معانا الفيديو ده للآخر. في الأول ما تنسيش تعمل لنا لايك للفيديو وتشترك لنا في القناة وتفعلي الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة بتاعتنا إن شاء الله. تنزلوا بصوا بصة في الوصف تحت، هتلاقي الرابط بتاع الويب سايت بتاع العيادة، ادخلي عليه. ولو احتجت اي حاجة سيبيها في التعليقات تحت وانا هحاول ارد عليك قدر الامكان. النهاردة الفيديو اللي هنتكلم فيه عن بداية دخول الاكل للطفل. ايه الاصناف اللي نقدر نديها للطفل في الست شهور؟ مبدئيا كده في دكاترة بتدي الاكل من 4 شهور زي كده، وفي دكاترة بتدي الاكل للطفل من 6 شهور. هيبقى على حسب انت اديتي اكل لابنك 4 شهور ولا لسه اول مرة تدخلي له الاكل على 6 شهور. لو اول مره تدخلي الاكل للطفل على 6 شهور لازم نتفق على كام حاجه كده في الاول، وبعد كده اقول لك على الاصناف اللي تقدري تديها له. اول حاجه، احنا كبدايات بناكل الطفل مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. تاني حاجه، اي اكل يخش للطفل لازم يخش تدريجي، ما ينفعش ان انت تيجي تدوقي الطفل الاكل تلاقي الطفل مستطعم تبداي تاكليه كميه كبيره، ده مش تمام. لازم بندخل الاكل تقريبا على 4 ايام، يعني اول يوم بتدي معلقتين بالعدد، نشوف احنا بنعود لسه معده الطفل على الاكل دوت. بندي اول يوم معلقتين بالعدد، حتى لو الطفل مستطعم ما تزوديش. تاني يوم اديله 4 معالق، تالت يوم اديله 6 معالق، رابع يوم اكليه وجبه كامله ياكل لحد ما يشبع. يعني اي صنف نديه للطفل في الاول لازم نديهوله بالتدريج، اللي هو معلقتين 4 6، رابع يوم بياكل وجبه كامله. مهم جدا ان الاكل بتديه للطفل من غير ملح ومن غير سكر كبدايه. هنعتمد على الملح اللي في الاكل نفسه والسكر اللي في الاكل نفسه، لكن احنا هنعمل اضافات نزود ملح او سكر في السنه دوت مش هندي. ثالث حاجه برضو مهم، ان اكل الطفل يكون ناعم خالص، ما ينفعش يبقى مهروس بالشوكه، لازم يكون ناعم خالص. الاكل عندنا بيبقى 3 مراحل، مرحله السوائل اللي هي بتاعه الرضاعه اللي بتبقى في الاول، ومرحله الاكل الناعم اللي احنا بنخش فيها دلوقتي، مرحله الاكل الصلب دي بنديها في السن الاكبر شويه. فالاكل بتاعنا في السن ده لازم يكون ناعم خالص. يبقى هناكله مرتين في اليوم، وهناكله الاكل من غير ملح ومن غير سكر، والاكل هيخش تدريجي، وهندخل الاكل ناعم خالص. ده مهم جدا اللي لازم تعرفيه في الاول. طب ايه العلامات اللي تقول لك ان الطفل ده جاهز وتقدري تاكليه؟ العلامات دي احنا على فكره بنستغلها لما بنيجي ندي الاكل للطفل في السن الاصغر شويه. العلامات اللي تقول لك ان الطفل ده جاهز، اول حاجه ان الطفل ده يكون بيعرف يقعد كويس، بيعرف يصلب ظهره كده وهو قاعد، ودماغه مسنوده مش بترجع منه لورا، يعني بيعرف يعمل هيد سبورت، ده مهم قوي. تاني حاجه من العلامات اللي تقول لك ان الطفل ده جاهز، ان انت ما تيجي تاكلي قدامه كده تلاقيه مستمتع كده عمال يبص للاكل، ولو قربت الاكل من بقه تلاقيه بيمد بقه كده ناحيه الاكل، يعني عنده شغف في الاكل. ثالث حاجه، ان انت بتقول لك ان الطفل ده جاهز، ان الطفل بيعرف يبلع من غير ما يشرق، الطفل لما يجي ياكل كده ما يشرقش منك. دي الحاجات اللي بتقول لك ان الطفل جاهز. خلاص عرفتي هتعملي ايه وعرفتي ان ابنك جاهز، هنبدا بقى ناكله ايه. في السن الصغير ده احنا ممكن ناكل 4 حاجات في الاكل. اول حاجه بناكلها الخضار، الفاكهه، الحبوب، منتجات الالبان. الخضار والفاكهه والحبوب ومنتجات الالبان ده الغذاء الاساسي بتاع الطفل في العمر 6 شهور. الخضار بتاعنا ممكن يكون بطاطس او جزر او كوسه، او ممكن ندي بطاطس. الفاكهه ممكن ندي معظم الفاكهه في السن دوت. الحبوب بتاعتنا اللي هي الرز والقمح والشوفان. ومنتجات الالبان مش اللبن الحليب، احنا اللبن الحليب يا جماعه قلنا ان احنا بنديه بعد السنه، لكن منتجات الالبان اللي هي الزبادي والجبن ممكن نديها في السن الاصغر شويه. التحسس في الحليب بيبقى من بروتين الحليب. اللبن لما بيطبخ بيتحول لحاجة اسمها بروتينات سهلة الهضم، فكرة التحسس منه بتبقى مش تمام. يعني احنا ممكن في ال6 شهور ندي الزبادي ومنتجات الالبان. ده الاكل بتاعنا، الخضار، الفاكهة، منتجات الالبان، الحبوب. دول ال4 حاجات اللي احنا نقدر نديهم للطفل في السن الصغير. طيب هنبدأ نديهم ازاي تدريجي. تدي اول يوم معلقتين ونتابع، حصل اسهال، امساك، الطفل اتمغص، حصل طفح جلدي في جسمه، تعرفي ان الصنف ده بيتعب الطفل، بنحاول ان احنا نرجعه لفتره تانية. طب انت اكلت الطفل مثلا ولقيتي طلع شويه حبوب كده مثلا موجوده في جسمه، ممكن تكون بسبب حاجه تانية، ممكن تكون بسبب حر، ممكن تكون بسبب اي حاجه تانية. هنستنى اسبوع 10 ايام ونبدا ندخل الصنف تاني دوت للطفل. طيب جيتي تاكلي الطفل مثلا ولقيتي الطفل مش حابب، يعني الطفل مش حابب الصنف ده، ما تقوليش بسرعه بقى ان خلاص والله الطفل ما بيحبش الصنف ده، لا استني، احنا ممكن ندي الصنف ده 10 مرات 15 مرة، ابنك ما بيحبهوش يبقى خلاص، يبقى هو ما بيحبش الصنف ده. لكن تديه مرة كده تلاقيه مش حابب، هو ممكن يكون مش جعان، ممكن يكون دلوقتي مش عايز ياكل، ممكن يكون عنده شوية برد مغير طعم الاكل في بقه، ممكن يكون بيسنن برضه في الاكل بالنسبة له مش ظريف.
فعشان تقولي ان الطفل ما بيحبش الصنف المعين ده لازم تديله 10 مرات 15 مره ما حبوش يبقى هو خلاص ما بيحبش الكلام. طب نقدر نفطره ايه؟ طب انت عودت الطفل خلاص على الاكل؟ يعني هل الطفل دلوقتي مثلا اتعود على الاكل ولا لسه؟ لو اتعود على الاكل احنا الفطار بتاعنا او الوجبات بتاعتنا في السن الصغير دي بتبقى صنف واحد. احنا في السن الاكبر شويه ممكن بندي الوجبه اكتر من صنف، لكن في السن الصغير ده احنا بندي صنف واحد. صنف واحد مثلا ممكن تدي بطاطس بيوري كده لوحدها، تدي الجزر تسلقيه وتديه له، تدي الكوسه نسلقها ونديها له، او نعمل شوربه خضار في ميه كده تضربيها في الخلاط وتديها للطفل. ممكن البطاطا برضو تدي بطاطا للطفل في السن دوت تكون كويسه من الحاجات اللي بيبقى فيها فيتامينات كويسه وبيبقى فيها الياف وبتحسن الهضم، ده الخضار. ممكن ندي الحبوب اللي هي زي السيريلاك، ممكن تدي سيريلاك قمح، سيريلاك رز، ممكن ندي الشوفان، ممكن ندي ميه رز، ممكن تعملي الشوفان في البيت او تجيبي له سيريلاك شوفان وات ايفر. الشوفان بيتعمل في البيت ان انت بتجيبيه وتطحنيه خالص بحيث ان هو يبقى بودره، وبتسخني شويه ميه وتحطي معلقتين كده تسوي الشوفان دوت وتبداي تديه للطفل. لما الطفل بيبدا يتعود عليه ممكن نحط عليه اضافات زي الموز مثلا او التمر او الكلام ده، اتكلمنا في فيديوهات قبل كده. لكن في الاول هندي وجبه السيريلاك سواء كانت قمح او رز او ميه الرز او تدي الشوفان او الكلام ده. شوفي انت تحبي تعملي ايه، عايز تعملي ميه رز وتديها للطفل ماشي، عايزه تعملي الشوفان انت في البيت وتديه له ماشي، عايزه تجيبيه جاهز سيريلاك او هيرو او الكلام ده وتديه للبيبي ما عندكيش مشكله. يبقى احنا هندي الخضار البيوري زي ما اتفقنا، وهندي الحبوب بالمنظر دوت. الفاكهه، الفاكهه يا دكتور اعملها له عصير ولا 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 اهرسها له ولا اسلقها له ولا ايه؟ انا في رايي في الاول بلاش موضوع العصير، حاولي تخلي الفاكهه برده بيوري كده زي الايه الخضار. يعني ممكن نسلق التفاح ونصفيه ونديه للطفل، ممكن الموز يتهري خالص خالص ونديه للطفل، ممكن التمر نسلقه برده ونديه للطفل. خلاص، فاحنا دلوقتي الفاكهه في السن الصغير دي اديها بيوري، بعد شويه ممكن اديها عصير. على فكره في العصر بتاع الفاكهه في فيتامينات كتير بتتكسر، الطفل الافيد له ان هو ياخد الفاكهه احسن من ان هو يشرب عصير. فانت ممكن تدي للطفل الفاكهه بالنسبه له بيوري. خلاص، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الخضار واتكلمنا عن الحبوب واتكلمنا عن الفاكهه برضه. رابع حاجه في الاكلات اللي احنا قلنا عليها منتجات الالبان. منتجات الالبان زي الزبادي، الزبادي يا جماعه بيتاخد فول كريم، الزبادي ده اللي هو اليوغرت او الخاسر. طبعا احنا اتكلمنا في فيديوهات قبل كده وعرفنا ان الزبادي ده موجود في اسامي كتير جدا في الخليج او في الدول العربيه بصفه عامه باسامي مختلفه، اللي هو زي اليوغرت او الخاسر او السويس كريم تقريبا وات ايفر. يعني المهم ان هو عندنا هنا في مصر اسمه الزبادي. الزبادي ما بنديه للطفل في السن الصغير بنديه له فول كريم، يعني ما ينفعش نديله الزبادي نص دسم او خلي دسم، الزبادي بياخده فول كريم. احنا قلنا ان المخ بتاع الاطفال بيتغذى على الدهون فلازم اديله حاجات فيها دهون، فبدي الزبادي بالنسبه له فول كريم. من الحاجات اللي اقدر اديها برضو للطفل في السن دوت الجبن القريش. الجبن القريش طبعا هي معروف عندنا هنا في مصر في الجبن القريش، ممكن انتوا في الدول العربيه بس على جوجل كده تعرفوا الجبن القريش دي اللي هي ايه. الجبن القريش دي احنا ممكن نطريها خالص كده في شويه ميه ونبدا نديها للطفل ان هو يبدا ياكلها. ممكن ندي برضو الجبنه البيضة اللي هي من غير ملح، اللي هي الجبنه الخفيفه خالص، ممكن برضو تديها للطفل في السن دوت. يبقى هندي الزبادي وهندي الجبنه القريش وهندي الجبنه البيضة اللي هي من غير ملح. دي الحاجات اللي ممكن نديها كمنتجات البان. جبنة المثلثات استني شويه، الجبن الكيري استني شويه، دي الحاجات اللي هنبدا بيها في السن الاول. الخضار زي ما اتفقنا، منتجات الالبان، الحبوب، الفاكهه. طيب نبدا نقسمها للطفل ايه؟ احنا هنديله وجبتين ولا هنديله ثلاثه؟ لو لسه اول مره تاكلي الطفل من 6 شهور اديله وجبتين، لو بتاكلي ابنك ده من الشهر الرابع ممكن على 6 شهور تقدري تديله 3 وجبات. الوجبه بتاعتنا وجبه مشبعه، اللي هي الوجبه اللي الطفل بياكلها لحد ما يشبع، ده الصنف اللي الطفل اتعود عليه. هتفطريه مثلا الصبح ممكن افطره حبوب، تدي شوفان مثلا، تدي سيريلاك، الحاجات ديت ممكن اديها له في الفطار الصبح. الغدا بتاعنا ممكن ندي الخضار المسلوق اللي هي شوربه الخضار، البطاطس او الجزر او الكوسه او البطاطا او الكلام ده. العشاء بالليل ادلنا زبادي او ادلنا جبن، ادلنا موز، الحاجات ديت هتخلي ان الطفل، منتجات الالبان من الحاجات اللي بتهدي الطفل وتخليه ينام كويس. الفاكهه زي الموز برده من الحاجات اللي بتخلي الطفل ينام كويس. لو اديتي له برده شوفان في العشاء يكون كويس، بس مش عايز وجبه فطار زي وجبه عشاء، مش عايز وجبه يعني حاولي تنوعي للطفل الاكل على مدار اليوم. لما تلاقي الطفل حابب حاجه معينه ما تزهقوش فيها، مش الولد بيحب مثلا الاكل ده في كل يوم تديله نفس الصنف نفس الصنف هيزهق. حاولي تبقي كرييتيف شويه في الاكل بتاع الطفل، حاولي تنوعي للطفل في الاكل بتاعه
ما تخليش الاكل نفس الصنف، دي مهم قوي عشان تفتحي نفس الطفل. وفي نفس الوقت انا عارف ان في امهات كتير يعني بتستسهل الاكل الجاهز اللي هو الزبادي او السريلاك او الكلام ده، فبيبقى معظم الاكل بتاع الطفل زبادي وسريلاك. ده كلام مش مظبوط. حاولي تعملي اكل طفلك بنفسك في البيت، حاولي تجهزي له الاكل في البيت، وحاولي ان انت تنوعي له دايما في الاكل. دي تقريبا الاكل بتاع الطفل في الشهر السادس تقدري تعمليه بالمنظر دوت. هنتكلم في فيديوهات بعد كده عن اكل الطفل في الشهر السابع، هنتكلم عن اكل الطفل شهر بشهر لحد ما يتم السنه باذن الله. ده فيديو النهارده عن اكل الطفل في الشهر السادس. في الاخر لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو، وتشتركوا لنا في القناه، وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجديده بتاعتنا ان شاء الله. ولو احتجتوا اي حاجه سيبوها في الوصف تحت، وانا هحاول في التعليقات تحت، وانا هحاول ارد عليكم قدر الامكان. وشكرا ليكم.